السلام عليكم اخواتي ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، حلقة جديدة. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير، باش ما تمنيتو يا ربي. اخواتي جيتكم بهاد القريصات اللي هما سراع في التحضير ان شاء الله تعالى، باش نبخل بهم على اخواتي. انتم كتشوفوا هنا طحين اصفر وطحين الابيض، قليل من الملح، الخميرة، دول العجينة على بركة الله، المدافي، بسم الله، ديروهم الفطور بحال هكا يا كيجيو زوينين. نشحر واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج ولا ديال البيبي مع الفلفله والبصله، ونعمرو بهم ان شاء الله. شوفوا كيفاش الطريقه، ومجد بساط، ولكن كيجيو بنان تبارك الله ما شاء الله. عجنوا العجينة ديالنا ان شاء الله، كملوها نتلاقاو. ها هي عجناها، نغطيوها ان شاء الله بلاستيك غذائي، نخليوها ترتاح. خليوها ترتاح ان شاء الله تعالى، وندوزو نحضرو المقادير الاخرى. انتما اخواتي دزنا دابا العماره ديال هذوك الكريسات، غادي نحتاجو فيها البصله، قزبر، معدنوس، صدر ديال الدجاج، فلفله، نقردوها حتى هي نشلضوها. عندنا هنا التوابل كما كتشوفوا، كمون، هاد شوية ديال الحامض مصير، تحميرة أو فابريكا، شوي قبيصة، قبيصة هكا ديال القرفة كتمشي مع الكمون، شوي ديال هاد العرق الأبيض، الزنجبيل، شوي ديال الكركم، الإبزار، زيت المائدة. نبدأ على بركة الله. ها العجينة ديالنا خمرات، ندوزو ان شاء الله مباشرة نقرصوها هكا كاملة في قصرية هكا. قلت لكم جد 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 بسيطة، هاد الكريسات هادو كيجيو رائعين للخضور. بلا كاع رمضان كيتمشاو بزاف هادو مع الكسكروط، مع طبعا رمضان كنديروهم الفطور اللي ما غاديش يدير الحوت ولا. يمكن لكم ديروهم تعمروهم بالكفته ديال الحوت نيت. اخوات لي يقول لك ما كيلقاوش شي مقدار، نجي لكم هذا الحل، هذا الغلقه ديال المقراش ان شاء الله تعالى. كما كتشوفوا هي باش تقطعوهم بحال هكا، كيجيوك مقادين وحده قد الاخرى بحال هكا. وكتكون ماضيه من الجناب كتسهل علينا الماموريه. ندوزو مباشرة للطياب ديالهم، كتكون
المقله ديالنا سخونه كنهزو نحطو في المقله. غندوز لكم المقله تشوفوا ان شاء الله. ثم اخواتي كيجيو بحال هذا الشكل هذا هكا. هي كضربهم العافيه وقلبهم اخواتي قلبهم بحال هكا. البنات ديالي المبتدئات نزيد واحده اخرى هنا. صافي طيبوا ها انتما اخواتي الزيت ديالنا والبصله والفلفله هانتشفرا الربيع في اخر المطاط كنديرو باش يبقى عاطينا المذاق هذوك البريسه ديالنا. ها هما الخبيزات هما طابو ان شاء الله نبداو في التعمار على بركه الله. ثم اخواتي كنشدوهم نفتحوهم من هنايا بالموس هاهم كيفاش كيكونو ونعمروهم هكا. عمري مزيان هكا صافي هكا ومكيجي هكا. هانتوما كيجيو مفخفخين ها كيجيو مفخفخين ها لو بغيتي تحلي غير بيدك تحليها متحتاجي كاع الموس. هاد القزبر اللي كديرو في اخر المطاف فاش كيعطينا واحد النكهة. عندك القزبر حبوب حتى هو ديروه. نستمروا هكا حتى نعمروا الكميه اللي عندنا ونتلاقاو. هانتوما اخواتي ها الكريسه ديالنا كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ساهلين التحضير خفاف ظراف. هانتوما كيفاش كيجيو كيجيو على هاد الشكل هذا زوينين. اللهم بارك يا رب نعمه من نعمه من الله سبحانه وتعالى. ونوليو نديرو غير القياس داكشي اللي بغينا ناكلو ما نضيعوش لا للضياع لا للضياع لا للضياع. جزاكم الله كل خير وما تنساوش البارطاج واللايك المهم الله يجازيكم بخير على كل حال وفي جميع الاحوال. واعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم يسر لا تعسر يا رب. تبارك الله عليكم اخواتي راه كنقرا الكومنتات ديالكم راه كتحفزني وكتشجعني كتجعلني نزيد القدام ونعطي الجديد. تبارك الله عليكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ما تنساوناش اللايك 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 والتعاليق زوينين ديالكم وكونوا في الموعد. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في الفيديو القادم بخير وعلى الف خير. المتتبعين ديالي راكم عزاز بزاف بزاف والله يحفظكم. ومره اخرى رمضان كريم ولدي ويدير لكم اللايك تاني بحال ديما. ها ولادي كاع داروا اللايك يلا الله يحفظكم الله يكمل عليكم الله يجازيكم بخير. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك رب العزة على ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم دمتم في رعاية الله والى اللقاء.